إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأحد ما كاين حد كما يقولون، لكن إن شاء الله رغم ذلك نلتقي بكم ونجالسكم وننصح لكم في سبيل الله. كما رأيتم هذه نصيحة للمقاطعين، لا بد لكم أن تحضروا، ردوا البال للصفوف ديالكم. كل شيء دخل على المقاطعة فلا بد لكم أن تحترسوا منه. أنا شفتكم في الأيام الأخيرة للأسف البوصلة بدأت تبدل شوية هكا وهكا، ليس لأنكم أردتوا هذا، ولكن عندكم المعلم كما قلتم أنتم اللي كتقولوا له، هما اللي قالوا الذباب الإلكتروني. المعلم الناس اللي كتشوف المصالح ديالها في خطر ومهددة، راه المعلم راه ما يمكنش راه توجد كل شيء، تتخذ جميع السبل المعلم باش تحافظ عليها. وانتم رغم كل ذلك انتم المعلم لستم متمرسين، احنا راه غير هوات، كنا هوات، شي الشعوب العربيه كلها احنا غير هوات المعلم. الله يرحم لكم الوالدين الى ما شاركوا، لان هذه نصيحه مهمه جدا لا بد للجميع ان يعلمها، وأنا أخذها على عاتقي إن شاء الله وأشرحها لكم بطريقة غير مباشرة. لقد جالست نفسي منذ البارحة، دخلت لهذوك الفيديوهات، أنا رأى كل فيديو كنحطو إلا وكيكون عنده واحد الهدف وواحد الفكرة من وراءه. أول حاجة تنحاولون باش نربيو عباد الله باش تقبل الرأي الآخر بغض النظر، واخا ما يعجبكش لا بد لك أن تحترمه، ولا بد لنا أن نجلس في اختلاف الآراء وأن نقتني أسلوب حضاري راقي مثل الأسلوب الذي اتخذته في المقاطعة. هذا الأسلوب يا أخي أبشركم بالخير، الأسلوب الذي اتخذه المغاربة في المقاطعة الآن يدرس في الجامعات المعلم. الآن كل المفكرين والاقتصاديين والسياسيين والفلاسفة يدرسون هذه الطريقة التي اتخذها الشعب المغربي الذي كان يحسب عليه أنه شعب مجهال وعنده يعني الأمية وكذا، لكن فاجأ الجميع وخرج عليهم بهذه المقاطعة بهذا الأسلوب الحضاري. احنا الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. هذا الأسلوب الحضاري الراقي الذي اتخذتموه في المقاطعة، نريدكم ونترجاكم أن تأخذوا هذا الأسلوب الراقي كذلك في اختلافاتكم. لا بد لكم أن ترتقوا يا إخوة، لا بد لكم أن تجمعوا بين كل الإخوة، بين العدالة وبين الحمام وبين التراكتور وبين كل شيء. القاعدة التي تجمع الجميع وهي المقاطعة، وهذه المقاطعة هي عدو للكارتيل، للرأسمالية الجشعة. هؤلاء لن يتركوكم تذهبون في طريقكم سالمين يا إخوتي في الله. هذا الأسلوب، هذه الحركة التي تقع الآن في المغرب وقعت في العالم العربي بين قوسين، أو أبشركم أو أفاجئكم، هي نفس الحركة التي وقعت في العالم بإسره. إنها سياسة المعلم، إنه the new liberalism، الإمبريالية الجشعة الجديدة. هذا هو السيستم الذي يتصرف ويتحكم في العالم بإسره. إحنا الحمد لله المغاربة خرجوا فجأة، الجميع واجهوا هذه الليبرالية الجشعة الرأسمالية الحيوانية بأسلوب راقي. هذا الأسلوب وظفوه بينكم وفي اختلافاتكم، لأن المظلة التي تأويكم جميعا هي المقاطعة، فتبقى هي السقف أولا وآخرا. حنا راه للأسف راني وجدت لكم، بغيت ندرس الحالة والعقلية ديال المقاطعين، للأسف لقيت دائما لا تبتعدوا عن العاطفة أو كذا، التزموا ب شوف يا أخي بحال واحد اللي كيجري 100 متر راه الهدف ديالو التركيز كله غير على النهاية، لا يفكر في المشوار، يفكر كيف يصل إلى النهاية بأسرع وقت أسرع من الخصوم.
أنتم كذلك ركزوا في هدف المقاطعة ولا تختلفوا ولا تأخذوا نقاشاتكم في أشياء جانبية، هذا لا يهم، الله يرحم بكم الوالدين، والله لا يهم ولا تتركهم، ووالله ليس لي شك قسما بالله العلي العظيم أن هذه الاختلافات التي حصلت في الأيام الثلاثة الرابعة بعد أن فحصتها وعملت لكم مصيادة، كذلك عملت مواضيع وكذا، أردت أن أرى تفاعلكم، وللأسف والله طلع عندي الحق أن للأسف لا بد لكم أن تكونوا واعيين، ما تخليهمش يخدركم، ما تخليوش العواطف تخدركم وتجركم على التارجت ديالك، على الهدف ديالك، الهدف ديالك راك مقاطع، مقاطع مع مغربي، مع الشعب المغربي، بغض النظر على إثنيتي، بغض النظر على عصبيتي، بغض النظر على قبيلتي، بغض النظر على اتجاهي السياسي أو الفلسفي، لا المعلم، نحن كلنا الذي يجمعنا هو المقاطعة، فلنركز على المقاطعة. أنا أقول لكم أن هذه المقاطعة والله العلي العظيم كل الدول ديال المنطقة والله إنها ترتعد سواعدا، والله عندي اليقين، أنا أبشر عندي اليقين أن تحركات مع الدولة والدول هذه والله إنها تجري على قدم وساق. المعلم راه العروش ديالتهم ترعدات بهذ المقاطعة، لأنهم وجودهم كله مبني على رأس المال، والمغاربة خرجوا بشي طريقة فريدة من نوعها. أنا أقول لكم المخربون أفراخ الشيطان حاربوا ثورة الشعب المصري ويدفعوا المليارات من أجل الانقلاب على الرئيس المنتخب مرسي، أنسيتم هذا؟ يحاصرون غزة ويخنقون أهلها، أنسيتوا هذا؟ ضخوا أموال كبيرة من أجل إفساد ثورة تونس ونشر الفوضى فيها، أنسيتم هذا؟ أفسدوا الثورة الليبية وعاتوا في ليبيا فسادا، أنسيتم هذا؟ يدعمون المجرم الحقير حفتر ليقتل الليبيين، أنسيتم هذا؟ ضخوا 900 مليون دولار لتخريب ماليزيا وإبعاد الإسلاميين عن الحكم، أنسيتم هذا؟ دعموا الحوثيين في اليمن لمحاربة حزب الإصلاح، أنسيتم هذا؟ حاصروا قطر وحاولوا إسقاط النظام فيها، أنسيتم هذا؟ طلبوا ودفعوا الأموال الكثيرة من أجل إغلاق قناة الجزيرة، صوت الشعب، صوت الذي يعبر عن المحقور وعن المهلوك وعن هذاك اللي قالوا ليه طحن أمك، والجزيرة في المغرب هي بوعشرين. دفعوا الأموال لشراء المنازل في القدس وتسليمها للصهاينة، أنسيتم هذا؟ حرضوا دول الاتحاد الأوروبي علينا نحن المسلمين في أوروبا، أنسيتم هذا؟ دعموا منظمة عنصرية في أمريكا تطالب بترحيل المسلمين من أمريكا وصرفوا عليها الملايين من الدولارات، أنسيتم هذا؟ لم يتركوا خلة شيطانية إلا ارتكبوها ودفعوا الأموال من أجل التضييق على أهل الخير والصلاح، أنسيتم هذا؟ إنهم جنود إبليس اللعين، ربنا إنك آتيتهم أموالا أفسدوا فيها، ربنا اجعلها تدميرا عليهم، إنك على كل شيء قدير. هذا الذي نريدكم أن لا تنسوه، دمروا كل صوت خرج ليرفع الظلم إلا وتكالبوا عليه وطحنوه، لكن أسلوبهم وخططهم تنجح دائما، لأن للأسف في صفوفنا من يسمع ومن تحركه مكيداتهم ويصبح يضرب في أخيه الذي هو يعاني من نفس المعاناة التي يعاني منها. هذه نصيحتي إليكم، فاتقوا الله في أنفسكم واحذروا، لأنني لماذا أتفاعل معكم بهذه الشدة؟ لأنني أحبكم في الله ورأيتكم أذكياء، والله سبحانه وتعالى هذا من كرم الله أن ألهمكم بهذه الطريقة الراقية للمقاطعة. فاثبتوا واحتفظوا على صفوفكم ولا تضيعوها ولا تضعفوها ولا تأخذكم يعني العزة بأشياء عصبية جانبية، ولا تقذفوا إخوانكم. وها شوف يا إخوة، هذوك الحزب العدالة والتنمية لقد فاجأونا كلنا، لكن ليس الحزب وليس الأصحاب وليس الأتباع، هم كذلك مساكين زي بحالنا بحالهم،
لكن هذوك الربعه المعلم تمكن منهم اصحاب الوقت تمكنوا منهم. اصلا وجودهم في هذه الحكومه هو خيانه لمبادئ الشعب، هو خيانه للذي كان يتراسهم. حنا بغينا ولا ما بغيناش، هذوك الذي رفض ان يكون في هذه الحكومه لابد لكم ان تحترموه وتقدروا بغض النظر عن الاخطاء او كذا، لكن لم يتنازل كليا. فأخذوا هذا زمام الأمور فباعوا كل شيء. شوف يا أخي، شوفوا المعادلة، وكونوا أذكياء. في الأول حاولوا أن يتهموا ذلك الحزب، لن أسميه، أنه هو وراء المقاطعة، فلما لم تنجح لهم هذه الخطة دفعوه ليواجه المقاطعة. سبحان الله، وهؤلاء الكراكيز يبدلون أماكنهم دون تفكير أو دون موالاة. لكن احنا كي كنقولوا الغايب حجتوا معاه، هذاك اللي في وسط العافيه هو اللي عارف بها. حنا ما كنعرفوش اش من ضغوطات او اش من مصالح عندهم انهم غيروا مواقفهم بهذه الطريقه. هذا لا يهمنا في شيء، الذي يهمنا هو الذي قلت لكم كيف يتحرك الاخر. فالتزموا، انتم التزموا، لا تاخذكم العنجهيه والعصبيه بارائكم او كذا. لا، نحن مقاطعين، هذا هو الذي نلتزم به، والباقي لا يهمنا في شيء. ولكم عبرة يا أولي الألباب في الذي حصل لغيركم، فأنتم الحمد لله أبنتم على وعي راقي جدا، وأخذتم طريق سلمي 100% وحضاري، ليس فيه لا اصطدام، ليس فيه لا حقد، لا عنصرية، لا أي شيء. حتى الذين بغوا عليكم لا بد لكم أن لا تطعنوا فيهم، لا تقذفوهم بأي شيء، لأن الذي الغرض الذي نريد نحن هو إصلاح هذا الوطن ورفع معيشة ومستوى المواطن المهلوك المسكين، والضغط على هذا الإمبريالي الرأسمالي الجشع الذي وظف المال والسلطة في ثرواته الخاصة وفي خدمة أهدافه الكبيرة وأسياده. ضروري يا إخوة تعتمدوا على هذا الشيء سلمية، ونحن تحت مظلات الله الوطن الملك، والعزة لله ولرسوله، ونسأل الله سبحانه وتعالى. شوف يا أخي، لن ينجح أي تحرك في المغرب إلا تحت هذه المظلة، الله الوطن الملك، لكن بطريقة راقية ويكون وعي. ولا بد للإخوة، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم والديكم، ما يبقاش يخرج أي واحد ويدير لنا أي لايف. الله يرحم لكم الواحد، كل واحد يعرف قياس برادو. الله يرحم باكم الكلمة، لا بد أن يتصدرها أناس عقلاء يفهمون ولهم مسؤولية ويحسون ويعرفون مسؤولية الكلمة. الكلمة والله إن وزرها لكبير. سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه، سبحان المرء مسكين، المسكين بنادم كيقذف كلمة ما كيباليش بها، ما كيتسوقش لها، ولكن الوزر ديالها والثقل ديالها يكون كبير، أنها ممكن تغطسو 70 خريف في جهنم لا حول ولا قوة إلا بالله، أو ترفعه إلى جنات النعيم في أعلى الدرجات. هذه الكلمة، فما بالك يخرج بنادم ويقول فيديو وكذا. جزاكم الله خير، نحن هدفنا التوفيق ما استطعنا، الإصلاح ما استطعنا، ونحب الخير لهذا البلد. وحتى إخواننا الذي بغوا علينا احنا بغينا نربيهم. أما حزب العدالة كما قال ليس في مزبل التاريخ أو كذا، حزب العدالة لابد أن يجلس مع نفسه ويراجع أوراقه. الإخوة الذين في الحزب لابد لهم أن يتبروا من هؤلاء المستوزرين، لأن هؤلاء المستوزرين لم يبقى أي شيء في يدهم. هادو ليسوا لا مخيرين، هادو مأمورين. طريقة التصرف ديالو أبعد عن السياسة وعلى كل شيء، ولا نزيد كثيرا في هذا الكلام، نخليو هذا الشيء. والله يرحم لكم الوالدين، التزموا بالمقاطعة، التزموا بوحدة الصف، لا تطعنوا في بعضكم البعض. وكل من دخل وحاول أن يحرك هذه النزعة اطردوه، لا تتركوا له فرصة، لا حتى لا تناقشوه. أنا والله ما كاين غير بلوك ادفع طحن، ما كنناقش مع هذوك، لأن ماذا أي واحد دخل بهذا الأسلوب ديال التفريقة وكذا وكذا وكذا، فإنه عدو لهذه المقاطعة، وإنه جرثومة ودبابة إلكترونية. المعلم هما راه ما كينعسوش، حنا راه مساكين، حنا على قد الحال، هو لكن هما محترفين، لقد احترفوا هذا الميدان من سنين. المعلم وهم احترفوا، شدوا الأعناق واستعبدوا أجدادنا وآباءنا
والكثير منا، لكن احنا لابد، احنا قرينا الحمد لله واستفدنا وكذا، ونريد ان نجعل نهايه لهذا التصرف ولهذه الحقره ولهذا التبليد وهذا الاستعباد. نحن قرينا واستفدنا، سنربي جيل ان شاء الله حر، لكن جيل مسالم، جيل يحب وطنه وجيل لا يكره الاخر، فانه اخونا في الله. والذي نريد نحن في اخر المطاف من هذه المقاطعه هو رفع الاقتصاد، خلق منافسة شريفة ترفع من مستوى الاقتصاد المغربي وترفع من مستوى معيشة المواطن. هذا كله إن شاء الله يخرج على الخير بهذا البلد، وهو ضد الاحتكار والاستبداد، ضد هذوك اللي عندهم 50% و 60% في الشركات ويقررون لا قيمة المنتوج ولا يعني حسنه او فساده، ويرغمون الاخر على شرائه رغما عن انفه. معلم الاحتكار ماشي مشكل، ممكن اي شركه تحتكر السوق، لكن ليس تحتكر لان فهمتي تحكم في الثمن ديالو كذا، لا، تحتكر انها تكون عندها غلبه الاسد، لكن تجعله في خدمه المواطن. المواطن ما عمرو كيخصو يعاني من احتكار شركه لسوق. الا احتكر شركه السوق ما كاين حتى مشكل، نهزوا الشركات الصغار وكنتعاملوا معاهم باش نخلقوا منافسه، ولكن اي واحد احتكر السوق باش يستغلوا لنفسه ولا كذا، لابد لنا ان نحاربه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا تجالسوا هذا الفيديو هذا وفكروا فيه مزيان، وراه ان شاء الله سيفتح الله به عليكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.